كيوت لما عندي لماذا عندي ركود بواقع درجة؟ توني أستوعب أنه صار 9 سنوات دائما أحس كأنه أمس، فما أتحرك وأشتغل، أحس مغيبة. ما السبب؟ من المحتمل، من المحتمل أنه يكون في صدمة، من المحتمل أنك أنت تتعرضين لغسيل دماغ، من المحتمل أنه أنت في علاقة مظلمة. هذه احتمالات واردة، واردة هذه الاحتمالات. لو تبغين تسمعين اقتراحي، أبغى أقول لك احضري التنفس، احضري التنفس، خلنا نشوف وش القصة اللي بتطلع على السطح. إذا حطيت النية وحطيت خلفية الجوال، شفت الفيلم، حضرت التنفس، أعتقد أن حياتك راح تتحرك، راح تظهر لنا أشياء على السطح، وخلاص لازم تشتغلين عليهم. والتنفس على أي حال تنظيف. أضوى حبيبتي تقول: هل المستقبل مشرق، نحن من نذهب إليه، أو هو من يأتي إلينا، وكيف نبني الجسر للوصول إلى هذا المستقبل المشرق؟ والله شوفي، هو يعني إذا خلنا نقول نبغى نناقش شخص هو ما يبغى ينظف المستقبل، أوكي، يقول لا لا أنا خلني يعني خلني أعيش قصة الماضي وقصة المستقبل، ويعني يجي ما يجي، هذه القصة يعني ماني مشغول فيها كثير، طاقتي مشتتة ما بين الماضي والمستقبل، it's okay، احتمالاتي تنحد، it's okay. أنا أبغى أقول يعني شلون يجي المستقبل المشرق. أبغى أقول لك أحسن حالة هي الحالة اللي لابس نظارة سوداء ووردية، هذا الاحتمال الأكبر، هذا الاحتمال الأكبر، لأنه الاحتمال الأول اللي هي الحالة لما يكون توقعاتك على المستقبل كثير سيئة، سيحميك العقل اللاواعي من حضور المستقبل أو أنك أنت تروح المستقبل. لما يكون المستقبل كثير مشرق مقارنة بالواقع، مشرق جدا مقارنة بالواقع، ما يقدر يعني يتجلى، ما يقدر يوقع، ما في مهبط، ما يقدر يوقع، المهبط غير مناسب لهذا المستقبل المشرق والرائع، فلا يتجلى ويكون كثير مشحون، يعني طاقته أكبر من أن يحضر. لذلك أغلب الأشخاص اللي يحضر مستقبلهم هم هذول اللي في النص، الواقعيين اللي يعني عندهم توقعات ما هي جيدة لهم لأنفسهم، عندهم احتمالات غير جيدة لو عندهم احتمالات جيدة بس إنها متصلة بالواقع، فهذول أكثر شيء يحضر لهم المستقبل. لكن في النهاية فكرة تنظيف المستقبل إنه أنت تتخلى عن كل الألم هذا، تتخلى عن كل قصة الألم هذه، إنه أنت ما تتورط في قصة المستقبل كاملة. صديقتي تقول: أكره أجدادي، أحسنهم غاضبين وشكاكين وفقراء. هو مو إحساس، هو يعني فاكت، هل هم فقراء ولا ما هم فقراء؟ يعني ما تقدرين تقول أحس، احتمال، أنت تعرفينهم يعني هم أجدادك، يعني أمك وأبوك جدك، يعني واضح الموضوع، ما يبغى الاختراع، هم فقراء ولا أثرياء، يعني واضح هم يعني غاضبين ولا يعني هادئين. شوفي، الغضب ما رح يوصلك النتيجة، والكره ما رح يوصلك النتيجة، الطريقة انك انت تاخذين الموضوع يعني تنظفين القصة هذه، هذا احسن شيء، هذا احسن شيء. كل ابائنا وامهاتنا واجدادنا عندهم سلبيات، قد تجد فيهم الغضب، تجد فيهم الخوف، تجد فيهم مرض في منطقة معينة، تجد فيهم ضعف في اجسادهم، يمكن امك شعرها مو كويس، يمكن امك بشرتها تعبانة واخذتي منها الموضوع، يمكن امك غاضبة، يمكن امك يعني ما أدري وش تأخذين من القصص هذه. لذلك الكراهية مو هي الحل، يعني تخيلي بكرة بناتك وأولادك نفس الشيء، راح يأخذون منك نفس القصص إذا ما عدلتي نفسك. يعني بكرة أنت يعني خلنا نقول الآن أنت مملوءة بالكراهية، عيالك راح يكون مملوءون بالكراهية لأنهم أخذوا هذا من أمهم. الحل الوحيد أنك أنت توقفين الموضوع، تنظفين القصة، ما هو حل أنك أنت تكرهينه، يعني ما راح يوصل نتيجة، يعني الشعور هذا ما راح يوصلك أي مكان، ما راح يوصلك أي مكان. تدرين أبغى أقول لكم مفاجأة، بعض الناس يكرهون أجدادهم لأنه عندهم إيجابيات مو عندهم سلبيات. تخيلي تخيلي، لذلك أنا ما ألومك على الكراهية، بس أقولك يعني خليها على جنب وخذي أكشن، خلينا ما نضيع وقت، أوكي، خذي شوية شوية وقت، بعدين خلاص وقف الموضوع ويعني اشتغلي، خذي أكشن. أميرة حبيبتي تقول: ما أتذكر كويس، أشعر كل ذكرياتي مغبش عليها، ولا أتذكر الأحداث سلبية، وماضي كله مليان غضب من المحيط اللي حولي.
اوكي على الاقل احنا نعرف انه في غضب، خلينا ما 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 ندخل نقول انه اوه واو احنا متاكدين انه في صدمه وكذا، لكن عموما العقل اللاواعي راح يغبش على الصدمات حتى نعيش، يبغى يعيش، يساعدك على انك انت تعيشين. فالان اللي قدامنا الغضب، اشتغلي على الغضب. من المتوقع انه بعد ما تشيلين الغضب يمكن تطلع بعض الذكريات، يمكن تظهر بعض الاشياء اللي كانت في الطفوله يعني تثير هذا الغضب، تحتاجين انك انت تروحين تشتغلين على الوعي الطفولي. لكن حاليا الغضب. صديقتي تقول اذا رميت المستقبل كيف راح احدد الاشياء والاهداف اللي بدي اشتغل عليها؟ ممتاز، تشتغلين وفقا للواقع اللي الان موجود عندنا. ما اشتغل وفقا للمستقبل اللي انا ما ادري وش المعطيات حقاته وش الظروف. تشتغلين وفقا لي انت الان وين رجلينك فيه، وين رجلينك فيه، وش الشيء اللي انا اقدر. شفت شلون محمد يقول انا قررت اني انسى المستقبل، والشيء اللي ابغى اشتغل عليه لو 1% الان ما اقدر اشتغل عليه 1%، خلاص ما هو تبعي، ما لي دخل فيه، مو قصتي، مو قصتي، ترى انا بس اشتغل على اللحظه اللي انا فيها الان. المجازفة والمخاطرة وخلق تحدي يعتبر صدمة؟ أنا قلت لكم أمس أؤمن إنه مرات الصدمة هي تجيك، يعني هي مثل القدر اللي يعني يحضر عليك، ومرات أنت تصنعها لنفسك. مرات الأشخاص بقراراتهم الخطأ، بمجازفتهم في غير مكانها، بسلوكيات لا مسؤولة، يصنعون لأنفسهم صدمة. تالي من الممكن إنه شخص يجازف مجازفة غير محسوبة تودي في 60 داهية، ننصدم. من ممكن شخص يعني ممكن انت مثلا تواجه شخص، خلنا نقول فقط مواجهة، تنصدم ردة فعله، تكون ردة فعله صادمة بالنسبة لك، فانت حطيت نفسك في الموقف، لذلك لازم تحسبها، تحسب انه انت فعلا صالح مواجهة شخص هذا، يقدر يواجه، تقدر توصل نتيجة من هذه المواجهة. مو كل الناس تقدر تتواجه معهم، بعض الناس احسن انك ما تتواجه مع بعض الناس، لا انت تبغى تقفل الملف بهذه الطريقة. فبعض الأشخاص يتخذون مخاطرات تؤدي إلى أنهم يدخلون في صدمة، ذلك هم يقومون بهذه الصدمة لأنفسهم. أبو محمد يقول ابنتي بالأمس أخبرتني بكلام مثير للقلق بأنه لا يوجد مستقبل أصلاً، أخاف تنتحر. أبو محمد، يعني أنا أقترح أنه يكون في أحد جنب بنتك، يعني قريب منها 24 ساعة، شخص يحبها وهي تحبها، وممكن يعني يعطيها شعور قد ما تكون عاشته لفترة طويلة من حياتها، لأنها محتاجة هذا الشعور بأسرع وقت، محتاجة هذا الشعور بأسرع وقت. يعني في أشخاص متخصصين ممكن يساعدونك في موضوع الانتحار، لكن أنت محتاج روح محبة، روح مشافية أنها تكون حولها طوال الوقت. اسألها مين تحب، بنت خالتها، بنت عمتها، صديقتها، اختها، مين الاشخاص اللي تحبهم، خلهم موجودين حولها، خلهم يتواجدون عشان يعطونها طاقة الحياة هذه، عشان تقدر تشوف القصة اللي هي عايشتها. الله يقويك، الله يقويك يا ابو محمد، والله اللي تمر فيه ما هو هين ولا هو سهل، الله يقويك. واعتقد انه الحياة وضعت لك فرصة، صحيح انها صعبة، لكن وضعت لك الفرصة على الطاولة للتصحيح وللتعديل وللترتيب ولإعادة ترتيب كل الملفات مكانها الصحيح.